دروب المجد والعز والنجاح والعطاء في الوطن العظيم. الواحد لازم يحط له هدف، والحمد لله حطينا هدف وتخرج من الجامعة رغم الصعوبات ورغم الإعاقة يعني، لكن الحمد لله تغلبنا عليها. والله الحمد لله ما كانت في عقبات كبيرة، وإن وجدت الحمد لله تغلبت عليها بسبب الأهل وأبوي وأمي وأختي ساعدوني في المراحل الصعبة، وإن شاء الله هذا يكون جائزة لهم إن شاء الله تخرجي، وإن شاء الله من أحسن لأحسن إن شاء الله. ما فيه كلام يوصف الشعور صراحة أو لا يوفي الشعور يعني. هو أخوي اللي أصغر مني بسنة لكن رفيق عمر يعني، ابتدائي ومتوسط ثانوي وجامعة، هو يعني رفيق حياة يعني. أقول لأخوي محمد ألف مبروك التخرج، ومنها الأعلى بإذن الله، وبإذن الله تأخذ بيدي وأخذ بيدك نكمل مسيرتنا التعليمية للماجستير والدكتوراه، وبإذن الله أن نكون يعني خير مثال لأخوة يأخذون بيدي بعض للتطوير البناء.